استقبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين تادلس كلا من المخرج الصاعد عمر بونور وشمس الدين بالعربي الفنان التشكيلي العالمي بمكتبه، وذلك على غرار تشريفهم لبلدية عين تادلس بالمهرجان السينمائي الدولي بالمملكة المغربية. كما قام بدوره السيد عمر بونور بتقديم شهادات شكر وتقدير لكل من السيد رئيس دائرة عين تادلس، رئيس المجلس الشعبي، مديرة قناة الباهية، خبيرة التجميل، بالإضافة إلى رئيس جمعية زوم ومؤطره السيد خوص الطاهر. كما أهدى والد المخرج عمر بونور صديقه الفنان التشكيلي آلة كمان. إذن هذه الفرقة يعني رحبوا بها في هذا اللقاء اليوم في البلدية، الذي يعني اتصلوا بنا، وكان عندهم يعني مهرجان دولي في دار البيضاء تاع السينما، قام بمملكة المغربية في دار البيضاء ابتداء من 27 الى يوم 29. ومن خلال هذا المهرجان تاع السينما يعني كان يعني كانت الفرصة يعني افتتحت لهذه الجمعية تاع الزوم، وعلى رأسهم الأخ بونو عمر الذي يعني كرم كمخرج، كأصغر مخرج في هذا المهرجان. بهذا يعني الجائزة اللي اهداها له كأصغر مخرج يعني في دار البيضاء. وكذلك الأخ يعني بالعربية شمس الدين يعني هو فنان تشكيلي الذي كذلك يعني كرم في هذا المهرجان. إذن احنا كذا رئيس البلدية، هذه الجمعية تابعة للبلدية، يعني اتصلوا بنا وحنا فرحانين معهم، يعني نتمنى لهم إن شاء الله النجاح والتوفيق. أولا وقبل كل شيء أنا سعيد بهذا الاستقبال هنا من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين تادلس. ثاني رحنا كنا في مهرجان الدولي للسينما بالدار البيضاء بالمغرب، كانوا كرموني كنت ضيف شرف، وين حصل لي وتلقيت هذه الهدية وهذه الجائزة، كنت أصغر مخرج هناك. هذه سي تان بلوس لمدينة عين تادلس. بلا ما يخفى لك انه باش ساعدوني بزاف ناس باش وصلنا تما، وكان رفقة تاعي شمس الدين بالعربي الفنان العالمي. ما ننساوش نشكروا قناة الباهية اللي ساعدتنا وتحت لنا الفرصة باش نبرزوا واش نمتلكوا من مهارات. نشكر مديرة قناة الباهية تي في، نشكر كذلك خوص الطاهر اللي هو يعتبر مؤطر تاعي منذ 2008، كنت عنده في المسرح وفي ورشة الإعلام والاتصال. نقولوا نوجه له تحية ونعطينا هذا الشهادة، هذه شهادة تقدير الشكر وتقدير اللي هنا نعطيناها له. كذلك فرقة زوم عين تادلس على رأسها رئيس الجمعية عبد القادر عباسة اللي دائما كان واقف معايا وراء ذلك. بلا ما ننسى الوالدين تاوعي اللي دائما واقفين معايا، نقول لكم صحيتوا بارك الله فيكم. وهذا ما التروفي ما جاش العمر بونور وحده، هذا سي تان بلوس لمدينة عين تادلس، وان شاء الله محافل ان شاء الله دوليه ان شاء الله نتحصلوا على مراتب اولى ان شاء الله، ونجيبوا لعين تادلس ان شاء الله دي تروفي بوركوا با. وهذا التكريم ثاني كان شمس الدين بالعربي اللي يستاهل، كان الاب تاعي هدا له هذا الكمان، نقول له تستاهل كل خير، وان شاء الله تولي لساحه العزف كما كنت. كذلك رئيس دائرة عين تادلس نوجه له تحية من هنا من هذا المنبر، لأنه ساعدنا كثير. كذلك ما ننساش إدارة مهرجان الدار البيضاء رجاء شرقاوي اللي استدعتني كضيف شرف، وأنا لا أزال في السنة 25، وأكون والله تكون ضيف شرف وانت في سن 25، نقول لهم بارك الله فيكم، لانه هادو هنا عطاونا مثال انه المرء لا يقيم بسنه ولا بل يقيم باعماله وما يملك من خبرات. نقول لكم بارك الله فيكم. قناه الباهيه دائما اقولها واعدها التي اعتبرها مدرسه بالنسبه لي، لاني فيها اتحت لي الفرصه ان يراني معظم مشاهدين قناه الباهيه، وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه. كذلك ما ننساوش ريتاش كونوال، هذه ساعدتني بزاف لما كنت رايح المملكة المغربية، عاونتني بزاف، نقولها بارك الله فيك ما ننساش خيرك. من هذا المنبر نقول لك شكرا، وهذه شهادة شكر وتقدير لك.
بارك الله فيكم، ونقول السلام عليكم، انتظرونا ان شاء الله في اعمال تعود بالنفع وان شاء الله تجيب جوائز لمدينه عين تادلس. انا في صدد تحضير فيلم تحت عنوان جزاء استينيه بما يخص القضيه الفلسطينيه. كما معروف انه الجزائريين دائما مع القضيه الفلسطينيه، نحن وفلسطين بلد واحد. نقول لكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان الاعجاب هذا الفيلم القصير ان الاعجاب المشاهدين، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انا جد سعيد هنا في البلديه عين تادلس، وين استقبلنا رئيس المجلس الشعبي البلدي استاذ محمد طاهري اللي نشكره، يعني هو دائما سباق لهذه التكريمات، يعني يحب الثقافه هنا على مستوى والمثقفين على مستوى بلديه عين تادلس. ويعني استقبلنا على اساس اننا كرمنا في مهرجان دولي في الدار البيضاء بالمملكه المغربيه، مهرجان دولي للسينما، ونشكر اداره مهرجان الدار البيضاء اللي استدعتنا انا وصديقي المخرج عمر بونور، ويعني وكرمونا يعني مع الوفد الجزائري هناك. ونشكر رئيسة المهرجان الأستاذة رجاء الشرقاوي، والنائب نائب رئيس المهرجان أمادي محمد، ونشكر كاع الناس اللي استقبلونا في المغرب، الأستاذ محمد قيسي، محمد حيحوطي، ويعني الجماعة كاملين اللي كانوا فما كانوا عند حسن الظن او اكثر، يعني استقبلنا واحد الاستقبال كبير. وهذا يعني التكريم نهدوه كاع للناس عين تادلس، كل سكان مدينه عين تادلس وكل سكان ولايه مستغاليم وكاع الجزائر. ونشكر الوالدين اللي كانوا يعني مساندين في المسيره الفنيه، وجمعيه زوم على راسها عبد القادر عباسة، وان شاء الله يكون نتائج ان شاء الله افضل، وان شاء الله تكريمات اخرى، وان شاء الله الثقافه في مدينه عين تادلس يعني في تطور مستمر، وان شاء الله تكون يعني الثقافه اللي نقدموها لعين تادلس تبرز الثقافه اللي عندنا هنايا، لان عين تادلس يعني فيها مدينه رجال الفكر والثقافه اللي قدموا لهذه المدينه، سواء في الغناء ولا في الشعر ولا في الفن ولا في كامل الفنون. وشكرا جزيلا.